ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف، فيديو جديد. فيديو النهارده مروان موسى جنى هاتريك. خلينا نخش على طول على الاغنيه عشان دي 5 دقايق ونص. اوكي انا هطول عليكم كده في الفيديو ده، ما علينا، خلينا نخش على طول على الاغنيه. ليتس جو. غني اغنية انا يعني بعرف، انا لا يعني دي بقى من تأليفي يعني. دي بس قولي احبك كي تكون وسي. انا عارف الواد ده، انا اتفرجت عليه، كان من ضمن الناس اللي هي بتتسأل في الشارع، واد مسخرة. ابدي بدون حبك لم اكون وسيمة. لا 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 شاوت اوت لبطاوي. اريجاتو اريجاتو. والله 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 نعني برقص صلصه معاك. لو كان حاط النعني مشهوره فشخ. جبنه على البيتزا بعجنها فبتزهق وبتنده بتست. هو ازاي مروان موسى بيقول بيتزا؟ في المانيا بيقولوا بيتزا برضه زي ايطاليا، لان الزد بتتنطق مش ز. ما علينا خلينا نكمل. عمل لي جنجستا أليستا، حطيته على الليستا، نطرته من عالكنبة وديته مانشستا. البت ريلي عالباب بتدندن على ما شغل السي دي عاللاب، بتقولي عايز اعمل اغنية زي الواد اللي بيقول دي 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 عالتراك. في حضوري بتشب شب وانا دايس في الخرا حافي، زاري وزنه طن بتضايق من حركاتي، في هوليوود سرقت تمثال فرعوني وقلم بك ويل سميث. العم البيت ده مروان موسى. عارفين مش حد تاني اكيد. اوكي انتجد الناس هتقولي انت المفروض تكون عارف اصلا، يعني بقالك قد ايه عم تسمع مروان موسى. عارف اوكي، بس انا حبيت احط التاتش بتاعي. عارفين انت اللي بيحط التاتش بتاعه، انا بعمل كده دلوقتي. طلع حت يا بس جوني قلب دب. انا البوب انا البوب انا البوب. كان ممكن يقول جوني سينس، بس يلا. مارو كان شغال زي المكنة وقلب توب، كتبت الفجر صحيت لقيت اللي اتكتب فجر، تراك نزلته وانا في الاجازة عمل شغل. منور عالبيت زي الفوانيس، يا بيت مش فارقة طول ما احنا سوا نبيس. لا ده مش منتجات بالي زي هوا في كيس، دماغك جزمة يبقى القفة ده الورنيش. جنة 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 رايح فين في وسط الماتش. بس كان في الرياكت اللي هو بتاع ديب ويب كان قايلين انت بتكدب ليه، حاجة زي كده مروان موسى حاجة زي كده بتكدب ليه، او جنة اللي هو بيسرق فلوهات. طب ما هو قايل في الاول اهو، في اول جزء اللي هو انا اللي كاتب الاغنيه دي بنفسي حاجه زي كده، اللي هو بيتريق يعني. استنى على الاقل خد لك. انا بحس احيانا الناس اللي بتكره بتبقى مقفوله، اللي هو بتبقى مش فاهمه، هي حافظه وخلاص. انت سارق فلو فانت سارق فلو، فاهم؟ هو قايل في اول الفيديو انت طالع استنبه خليل بعمل عليكم كوميدي. استنى على الاقل خد لك وانت طالع استنبه خليل بعمل عليكم كوميدي. استنضف مع تايدل للغسيل، شطفتك مش عارف ايه البديل، حطيت عليكم من روسيا للبرازيل، بلاغي قروش وبتصل بالدرافيل. رنة 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 مخك تخين بتحش وزيت وزبدة وسمنة، احدفك في راسك ياض بقطعتين دجاج مجمد، اسوح لك دماغك من غير ما تروح هولندا. مفيش مني اتنين فبدور اتكلم ليه ما نعور، شبيك لبيك اتعور، ضلمت البيت فبنور، ولا صوت انا داخل الفصل، ارفع ايديك انت فيك وبتزور، مش سطحي في نفسي ده مش شخصي، بدخل في الشيء وبغوط. اغانيك ليه مش في الراديو؟ عشان انا حقيقي ومش فالصو. سخنان طب ليه يا حبيبي لابس بالطو؟ جامد انا ارادي بزعلكو، خد شورتي بره القميص، شيك زرر وقيس، شيك لندن باريس، سنجل وبرضو العريس. كلام ورا ظهرنا قلبنا لكم، وكبير المجموعة ده افشلكم. الواد ما قالش عاش فاختلتوا، قالتلي واقف برا فدخلتوا. زهقت من القاهرة ففي اجازتي طالع سينا، نازل مع الهضبة فكسلي وراح لدينا. راح لدينا تاجع. نازل مع الهضبة فكسلي وراح لدينا، بالاباتشي قمت راجع، وفوق مدرستي قمت لاسع. براتكو عايزه شنق زي دونالد، براتي في الكافيه مع روجينا ومي عمر. اسكت يا اسطوانه اصل عمك ماريو ديجيتال، اتعرف على السنجاب اصلك عامل زيه تيبيكال. ما تقولش ماريو حاف قول السيد قشطه، تتليف على خير ولما تليل تصبح شخص مشوه من انا قلت اقولها قشطه وقلت جايز تيجي معايا صح، بس يلا طلعت غلط.
مش عارف فيديوهات بقيت اعمل حاجات غريبه بحرج نفسي وخلاص، بس انا بسيبها زي ما هي اوكي عشان تبقوا شايفين الاحراج اللي بابا فيه اللي هو اوكي ما علينا. افلام الخيال العلمي لو طلع ذكي احتمال اسيبه يقابل حلمي، هقولك ولع لو بتمل ودفينا القعده تشل بنزينه. 95 هي السنه اللي اتولدت فيها، جبت مشايه وجريت الوقت بيها لحد ما اتعمل عليا غرف السياره. بس ثواني، هو مواليد 95 وكان في اغنيه كان بيقول انا نص قرن ربع قرن. اوكي خلينا نكمل. هو انت شربت سجاره في الطياره قنبله الموس اسمي؟ ثواني، هو 95 وربع قرن يعني 25، ودي اغنيه 2000. هو اصغر يعني، هو اصغر مني بسنه. مروان موسى اصغر مني بسنه. 94 هو 95. عليك انا كمان بيضرب فيكو، رميتهم في الزيت قلت لهم ديسباسيتو، اتكتب عني عشان بحطم الارقام، افضل استهبل اقوم حطك في الجورنان. بلوى حبيبه القلب اسمها سلوى، اروع حاجه فيها ان جسمها مسلوع. ابعتك تجيب لي طلب ليله عيد ميلادك، اديك رفيه تقول لي يخرب بيت دماغك. فكره بنت دوكس هضرب استراكس، اكلمني فرتيتي اقول يا بنت ابعتي نودز. مش هتسيبني اخش قبلك الحمام، طب كده محدش سابقك وانا مدك على السخان. البوب مقدم لك كاسات فخفخينه زي سلوى المستوى رفيع بس اللي مخخ تخينه. سويتش خلاص خلصت المفروض صح؟ اوكي بصراحة انا اخر حتة دي مش عجباني بصراحة، فانا هوقف على كده طالما هو مش هيتكلم مش هيقول اي حاجة، فالاغنية كده خلاص ما علينا. ده كان رياكت، يا رب يكون رياكت عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. وادينا عملت جنة هاتريك. اوكي جنة برضه في اللي هو الديب ويب، اللي هو انا مش فاهم الناس دماغها عامله ازاي. انا مش فاهم بصراحه الناس الهيترز عارف انت، الناس اللي بتكره من غير اي سبب، عارف انت اللي هو انا بكره مروان موسى فخلاص فاهم، بحس كده. على الرغم اللي عملها ممكن ما يكونش بيكره، بس هو قال له لا حرامي الفلوهات حاجه زي كده، فاكيد بيكره مروان موسى. معرفش ليه، مالكش حق، ده رايي، مالكش حق. ما علينا، ده كان رياكت، يا رب يكون رياكت عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، اقول لكم يلا تشوس.